دي في الجامعة الأمريكية، ودور من الأدوار برضو اللي بتستوقفني جدا، لأنه كان دور يمكن الكوميديا الساخرة ولكن بشكل مختلف كمان. المحطة دي، محطة الفيلم ده تحديدا، غيرت مسار. يمكن كان في قبلها فيلم اسمه اللي رايح جاي، ولكن المحطة دي تحديدا غيرت جيل كامل، تفكير جيل كامل. دي حقيقة. نجومية لكل اللي موجودين وقتها، طبعا صداقة كبيرة ما بينك وبين النجوم اللي وقتها كان أحمد السقا، محمد هنيدي. المدرسة دي أو في الوقت ده كان إيه اللي اتغير من النجم هاني رمزي وقت وجهة نظر، وبعد كده ظهورك بقى مع جيل الحقيقي للنجومية، محمد هنيدي، أحمد السقا، المدرسة دي تحديدا؟ أنا كان لازم يعني أشتغل مع جيلي شوية، يعني كان لازم أعمل كده. طبعا تتلمست على إيد أستاذ كبير زي الفنان محمد صبحي، لكن كان لازم بعد كده أواكب جيلي وأنطلق معاه ونحقق بقى أحلامنا وطموحاتنا. فاشتغلنا مع بعض في مسرح كتير جدا طبعا. واحنا كنا اصلا كمان يعني زملاء في المعهد. هنيدي كان في معهد السينما، احنا كنا في فنون مسرحيه انا والسقا، وطبعا سبقنا قبلها شريف منير وكده. لكن يعني لما اشتغلنا مع بعض احنا اللغه ما بيننا، لان كان في صداقه وعلى طول كنا بنسهر سوا ونخلص تخرجوا مع بعض. يعني انا فاكر كان هنيدي بيعمل مسرحية، علاء ولي الدين الله يرحمه كان بيعمل مسرحية، وأنا كنت مع محمد صبحي نخلص المسرح ونلتقي بالليل، نقعد على أي كافيه بالليل ونحكي ونشوف. كان إيه مشاكلكم وقتها لما بتحكوا البعض في فكرة تحقيق النجومية؟ كان في مشاكل في التوقيت ده بتشتكوا البعض، والله ده حصل لي النهاردة كانت تفتكر؟ بصي هقولك الحاجة، هو ما كانش شكوى، هو كان حلم. هو حلم كل واحد انه فنه يظهر للناس. احنا لسه بنبدا. يعني لما اشتغلت مع الفنان محمد صبحي انا ولا حاجه، انا ولا حد يعرف عني حاجه خالص. بدات الفت النظر، كانوا الناس بتسال مين الممثل ده. كان علاء ولي الله يرحمه يعني كان في حمري جمري تقريبا، مسرحيه اسمها حمري جمري. كان مع الفنان حسن الأسمر الله يرحمه، بالظبط، وأستاذ صابرين، ممدوح وافي الله يرحمه، وناس كانوا كتير. صحيح. كان علاء بداية انطلاقه برضو كده، كنا يعني نقعد نقول امتى بقى نتنطق بقى وناخد أدوار كويسة ومش عارف ايه، المشوار طويل بس كنا احنا بنهون على بعض يعني.